جاية ترجحها. لا بس انت ما توافقش وما ترجحش. كلهم بيعملوا ابطال في الاول. صوتي يا حاج. اهلا اهلا اهلا. بقول لك ايه يا حاج؟ الحمد لله. بقول لك ايه يا حاجه؟ انا بحبك وبحترمك وكل حاجه زي الفل بيني وبينك. ده انا كل يوم ادعي لك يا حاج والله يا حاج. بس انت عشان تيجي هنا عشان ترجع جولجول صدقيني مش هينفع. ما ينفعش تنزل من ورايا. ينفع تنزل من ورايا؟ ما ينفعش يا حاج. ينفع؟ ما ينفعش تنزل من ورايا. انا مش فاهمه حاجه يا حاج. مش فاهمه حاجه ايه؟ هي جولجول فين يا حاج؟ ما جولجول عندك من امبارح. ما شفتش جولجول يا حاج ولا جات لي. إيه؟ ما شفتهاش. ازاي يعني؟ ما اعرفش حاجة. في حاجة ولا ايه يا حاج؟ انا مش فاهمة حاجة. ايه حياة مالك في ايه؟ حياة مالك؟ في ايه حياة؟ في الأوضة. حياة حياة في الأوضة. ايه ايه حياة؟ جاية. مين اللي لابس عليك الباب؟ تعالى هنا. مين اللي لابس عليك الباب؟ ماما. سلمى طب اطربس عليك الباب ليه يعني؟ عشان انا كنت عايزه اقول لك حاجه. قالت لها تقول لها راحت هي اتربست عليا ببي. ماشي يا سلمى والله العظيم ما سايبها. كنت عايز تقولي لي ايه بقى؟ جولجول تسرق الخزنه هي وسلمى؟ ازاي يا سلمى؟ سلمى ايه اللي انا سمعته ده؟ سمعت ايه؟ احكي لي. حياه حكيت لي كل حاجه. هي وجولجول سرقوا الخزنه بتاعتي. إيه؟ لا لا انا ما سرقتش الخزنه والله العظيم يا حاج. انت مش فاهم حاجه والله ما فاهم حاجه. طب استني كده بقول لكم يخش جوه. خش جوه. تعالى هنا عشان تسمعني. تعالى عشان تسمعني. احكي لي بقى كده من الاول. طب انا هحكي لك على كل حاجه من الاول بقى. وامر لله. انجزي. بص يا حاج دلوقتي جولجول لما شافت محمد اخويا ضحكت عليه تمام وخلته يحبها. باول ما انا اول ما عرفت كده نصحت اخويا محمد قلت له يا محمد ما ينفعش الحاجه يبهدلني يا محمد وانا حياتي هتخرب يا محمد. نصحت جولجول. جولجول طبعا قالت لي مالكيش دعوه انا اصلا ما بحبش الحاج وانا هتجوز محمد اخوك عشان محمد اخوك بيحبني وانا بحبه. رحت للحاجه ونصحتها قلت لها خلي بالك بنتك بتخون الحاج خليها تبعد عن الراجل اللي هي بتكلمه. الحاجه لو عرف مش هيسيبكم في حالكم هيبوظ لكم حياتكم كلها. انا نصحت الحاجه عشان تنصح بنتها عملت كل المستحيل عشان كل حاجه تتحل يا حاجه والله العظيم عشان انا بيتي ما يتخربش ابدا عيل. بعد كده لقيت جولجول يعني يا حاج لقيتها بتسرق الخزنه والله العظيم دخلت قلت لها يا جولجول انت بتعملي ايه؟ بتاخدي فلوس الحاج بتعملي بيها ايه؟ قالت انا هسافر انا ومحمد وهنعيش حياتنا انا مش هقعد في البيت ده تاني. انا حتى نصحها والله العظيم ما قبلت النصيحه مني ابدا والله. انا عملت كل ده عشان احافظ على بيتي وبنت على عيالي عشان انت ما تطلقنيش ولا ترميني في الشارع. ما قلتليش ليه من الاول الكلام ده؟ كنت خايفه يا حاج كنت خايفه والله العظيم كنت خايفه تطلقني وترميني. إيه؟ انا ماليش دعوه بكل ده. انا نصحتهم هم الاثنين نصحتهم بس ما حدش قبل نصيحتي والله العظيم. انا عملت كل المستحيل والله. وانت ما قلتليش يا حاجة؟ رحت لها والله ما سمعتش كلامك يا حاج. بنعيش وخفت منك يا حاج ونصحتها. وانت يا ندم قلت لي والله يا حاج كنت ندم ما تعرفش اي حاجه ما حدش يعرف اي حاجه والله ما اعرفش اي حاجه من اللي هي بتقوله. ما تعرفش حاجه ما حدش يعرف حاجه خالص عن الموضوع ده غيري انا وندى ومحمد اخويا والحاج. طب سبتها تعرف ليه؟ سلمى هي اللي جت قالت كنت رفعت سماعه التليفون وكلميني. حاولت وكلمت اخويا في التليفون قلت له يا محمد بلاش يا محمد. قال لي لا انا هسافر ومحمد اخويا يعني بس ما تكلميش. ماشي بقول لك يا حاج هات مفتاح الشقه اللي انا جايبها لكم. حاج ما عنديش مكان اقعد فيه يا حاج. بس طب سيبني اوضه صغيره اقعد فيها يا حاج والنبي يا حاج ما عنديش مكان. انت مفتاح الشقه اللي انا جايبها لك. ايوه يا حاج. بقول لك ايه؟ والنبي يا حاج حقك عليا انا يا حاج. والنبي كمان والنبي يا حاج بص راسك تبص دماغي والنبي يا حاج سكت على الموضوع ده ليه؟ والنبي يا حاج اطلع بره انا خفت يا حاج اطلع بره يا راجل انت مكانكم الشارع. بهدلتيني يا جولجول اروح فين دلوقتي يا جولجول؟ اروح فين؟ حتى الاوضه اللي على السطح خدوها اروح فين؟ انا ما عنديش مكان اروح فيها. والحاج مش هيسيبك يا جولجول انت ومحمد ولا عايزين انا كمان. اروح فين يا ربي؟ ماليش حد اروح له يا ربي. خدها هنا يا حاج
حاجتك. فاضي يا انا. بالله عليك ما تطلعنيش. بقول لك ايه؟ نعم. اخوك تجيبهولي تعرفيني مكانه من تحت الارض. فاهم اللي عليه؟ هدي نفسك يا حاج، هدي نفسك. انت ما تتكلميش خالص. مقفول يا حاج. طفي على غولي. مقفول يا حاج. هم قالوا لي ان هم هيسافروا يا حاج. والله يا حاولت اوقفها. سافروا. عشان ما تمشيش والله العظيم. انا عملت كل حاجه اقدر عليها، بس بالله عليك ما تطلقنيش يا حاج. والله ما ليا ذنب. والله انا ماليش دعوه باللي حصل ده كله. والله انت مش عايز تطلقي. ايوه والله. تعرفي مكان اخوك فين؟ طب اعرفه منين يا حاج؟ اعرفه منين يا حاج؟ اعمل ايه يا حاج؟ اعمل ايه؟ طيب انا اجيب اخويا منين ولا جوجل ايه؟ ده حصل يا سلمى وما حكيتليش عليه يا سلمى. انا كنت هعمل ايه يا ندى؟ قولي لي كنت هعمل ايه؟ انا كنت في حيره، انا كنت خايفه على اللي انا اطلع وعيني يتبهدلوا، انا كنت هعمل ايه؟ احكي له كنا نتصرف مع بعض يا سلمى، انا كم مره سالتك وقلت لك في حاجه بينك وبين جوجل. حاولت اصلحها، حاولت اصلح الدنيا ما صلحتش. جوجل ما عنده واخويا معاني بوظوا لي حياتي هما الاثنين. طب انا اجيبهم ازاي دلوقتي ولا ارجعهم ازاي؟ تليفوناتهم مقفوله، هوصل لهم ازاي انا؟ الحاج ولا هيسيبك ولا هيسيب جولك انا ولا هيسيب محمد. انا ماليش ذنب، ماليش ذنب. هم اللي غلطوا مش انا اللي غلطت. والله انت غلطتي يا سلمى ان انت خبيتي عن الحاج يا سلمى. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اوصل لمحمد وجولك ازاي؟ اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ انا تليفوناتهم مقفوله. مقفول، مقفول برضه، مقفول. اعمل ايه يا ربي؟ اعمل ايه؟ والنبي يا رب اقف جنبي يا رب. والله ما ليا ذنب. والله اقول لك ايه، بس انتوا غلطتوا، انتوا غلطتوا والله يا سلمى. صح، انا غلطانه. المفروض كنت اتكلم مع الحاج من الاول واعرفه اللي بيحصل من ورا ظهره. انا غلطانه والله العظيم، انا غلطانه. لازم اشوف حل، ولازم اعرف جلجل ومحمد راحوا فين. لازم اشوف حل. يا فيروز، هي مامتك بجد سالت الحاج؟ بس ما تقوليش على ماما كانت دي جلجل. جلجل؟ اه يا حياة، هي جلجل بس اللي سرقت الخنة ولا طنط سلمى برضو؟ ماما وجلجل. اه يا فيروز، ما تقوليش ان هما كده وما نتدخلوش، ما نتدخلوش في حاجات الكبار. تعالي نلعب. طب ماشي يا حياة، تعالي نلعب. فتح يا وردة، اقفل يا وردة، فتح يا وردة، اقفل يا وردة. وردة من هنا شوكولاتة، وردة من هنا شوكولاتة، وردة من هنا شوكولاتة. ألو ايه يا سلمى؟ أيوة يا محمد يا أخويا. ايه وقت؟ تليفونك مقفول يا أخويا، مش عارفة أوصل لك. مش عندي، مفيش شبكة. بس طب بص يا أخويا، أنا عرفت يعني إن أنت قلتولي ده صح، فكرت في كلامك كويس قوي وطلع كلامك صح. أيوة هتقفي جنب اخوك يعني؟ طبعا، ده انت طلعت بتفكر في مصلحتي يا اخويا يا حبيبي. انا بعمل كل ده عشانك يا سلمى. انا عارفه. ما يتجوزش عليك. انا عارفه يا محمد يا اخويا. قول لي بس، اجيب لك فيروز ولا حياه؟ اي واحده فيهم. لا بص، انا هجيب لك فيروز احسن. قال لي حياه هتقول له الحاج على كل حاجه، فيروز هتخاف مش هتتكلم. خلاص تمام. بقول لك ايه، انا هطلب من الحاج 5 مليون جنيه. 5 مليون جنيه يا محمد؟ ايوه انا معايا فلوس كتير يا محمد. ما توسعهاش قوي كده يا محمد، كتير قوي كده. مالكيش دعوه انت، بس يا سلمى اجيبي لي البيت بس. ماشي يا محمد. طب قول لي انت قاعد فين؟ طيب عشان انا ما اعرفش انت قاعد فين دلوقتي. انا في ميامي شارع 56 برج الجمل الدور الاول. طيب تمام، انا هجيلك يا محمد. مستنيك يا اختي. ماشي يا محمد يا اخويا يا حبيبي يا سندي يا ظهري. ايوه كده، اوفي اوفي كده بضهر اخوكي كده. ماشي جدعه كده. ماشي، انا هجيب لك فيروز اهو واجي لك على طول. مستنيك. ماشي، سلام. اني حبيته بطريقه يا جلجل. ايه سلمى؟ اختي لسه مكلماني. عايزه ايه الحاج؟ عرف؟ لا ما اعرفش اي حاجه. امال ايه؟ هتجيب لي فيروز. ايوه تمام، وهكلم انا الحاج من رقم غريب. تمام. اقول له بنتك مخطوفه وعايز 5 مليون جنيه. يا نهار ابيض، 5 مليون جنيه حاجه؟ ايوه. والحاج هيصدق الموضوع ده؟ ايوه، الحاج يدفع اي مبلغ عشان خاطر عياله. وهيرضى يديك ال 5 مليون متاكد؟ ايوه طبعا. الله يا محمد، الله يا محمد، دي تبقى ضربه العمر. ده احنا هيبقى معانا فلوس كتير قوي. خبطه منك وخبطه مني. حاج جيب لي قصر زي ما وعدتني. في كل محافظه اجيب لك قصر. الله يا محمد، مش مصدقه نفسي. الحمد لله يا رب. اللي انت عايزاه. هجيب لك فيروز امتى؟ قالت لي جايه لك. ماشي، انا مستنيه. هل اني حبيته بطريقه يخرب بيت الاحساس.